أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من برنامجكم سكيتش. طبعا في هذه الحلقة التي خصصناها للحديث عن ذكرى حرب تشرين التحريرية، تحديدا ذكرى هذه الحرب في السينما السورية وتجسيد بطولات الجيش العربي السوري، أيضا تجسيد العلاقات الاجتماعية التي كانت طبعا الدافع الأساسي للجيش العربي السوري لتحقيق الانتصار على العدو الإسرائيلي. مختلف الأفلام والتمثيليات والمسرحيات التي كانت، تحديدا اليوم سوف نتحدث عن فيلمي عواء الذئب، طبعا إضافة إلى العريس. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي المتواجد معي هنا في الاستديو في هذه الحلقة، المخرج شادي علي. أهلا وسهلا فيك. يا أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، منورنا. طبعا استهلاليا أستاذ شادي للحديث عن ذكرى حرب تشرين التحريرية تحديدا في السينما السورية، نتحدث عن بدايات يعني في سنة 1974-1975، نتحدث عن صعوبة تصوير، قد تكون صعوبة تصوير خارجية. لو تحدثنا قليلا عن هذه الحقبة في الإنتاجات التلفزيونية. أول شيء كل عام بخير، أنت بخير يا رب. حرب تشرين التحريرية، وإن شاء الله هيك بضل الجيش منتصر بإذنه تعالى إن شاء الله. هلأ بهذيك الفترة بالسبعينات في شغلة كتير كانت مهمة، أنه كاميرات تلفزيونية ما كان فيه، كانت محصورة دائما ضمن الاستوديو. كل شيء خارجي كان يعتمد على كاميرات السينما اللي كانت 35 ميلي وقتها بهذيك الفترة. فلذلك انت كشغل تلفزيون كنت تتصور اي شيء بدك اياه ضمن الاستوديو، ولكن عندما بدك تطلع لبرا بدك تاخذ كاميرا السينما اجباري حصريا. الكاميرا السينما كانت وقتها متواجدة بقسم اسمه قسم السينما في الجيش العربي السوري. الشباب اندفعوا بكل حب وبكل وطنية وبكل هذا، ايام المخرجين كله حمل كاميراته وانطلق. كان في تصوير معارك حية، كان في لقطات يعني اللي عم نشوفه نحن اللي وصلنا من ارشيفه ومن تاريخهم في هذه الفترة، هو ابدا هي صور حقيقية 100% كانت مصورة وتم استخدامها بالتلفزيون وتم استخدامها بالسينما. انتهت الحرب، صار لازم تخليد لهذه الذكرى، صار لازم انت بقى تساوي مسلسلات، تساوي افلام، تساوي مسرحيات، تساوي اغاني، تساوي وهي لازم نخلد هيدي الذكرى إعلاميا. تماما. هلا من ناحية السينما كان في عدة أفلام سينمائية. أول فيلم أصدروه وقتها كان وثائقي، جمعوا شو عندهم أرشيف، طلعوا الشباب وين صوروا المعارك هذا اللي هي جابوها وسوا كفيلم سينمائي وحطوه عرضوه. بعد منها عملوا فيلم بتذكر يمكن كان اسمه النازية الجديدة، عملوا مقارنة ما بين نازية هتلر وأفعال العدو الإسرائيلي، كيف صار عنا انه هذا هي نازية جديدة شرحوا فيها. وبعد منها كمان عملوا فيلم حتى لا ننسى او كي لا ننسى، انه عن الاسرى كي لا ننسى اسرانا مع الجيش، وتناول هذا الموضوع. بعد منها كان الاستاذ يمكن ممدوح عدوان كان عنده فيلم اسمه حكاية من دمشق، انه اللي بده يدخل على بده يقرب يعني على سوريا حكما على المقبرة، يعني كان هي رسالة الفيلم الواضحة. وبعدين كان في مسرحية اسمها عرس التحدي، هذا ضمن هذا القسم. هلا بدنا نروح باتجاه التلفزيون. التلفزيون كان في عنا العريس، عواء الذئب، كذا هذا. هلا حتى مثلا بتنتبه بتمثيلية عواء الذئب، المشاهد اللي استخدمت من المعارك هي مشاهد الكاميرات السينما اللي تصورت، مشاهد حقيقية، مشاهد حقيقية. كان في فخر انتوا عم تحط لهي هذا، فهذا كان الواقع بشكل تماما. لو تحديدا فيلم عواء الذئب، طبعا هو انتج سنة 1974، كان من اخراج المخرج الراحل شكيب غنام. لهيك مشاهدينا الكرام راح نتابع مقتطفات من فيلم عواء الذئب ومن ثم لنعود.
شيء الله يصبحك بالخير يا ابو زياد. صباحك خير يا ابو عمر. الطيار الاسرائيلي عشت انا وياه اسبوع كامل بالمغاره. تفضل سل. ترى دير بالك يا ابو زياد، يعرف يحكي عربي مثل ولاد البلد. رودني وهون في $5,000 أعطاني ياهن توصلوا للحدود. فضل سلموا. وهذا يا سيدي فرد اللي شلحته إياه. فضل سلموا. وهي يا سيدي باروتي، تفضل استلمها. شو يا ابو زياد؟ هي روحي وانا عم سلمك اياها. على قليل تنازل ومد ايدك وخذها مني. تفضل استلمها. وهي ايدي التنتين، اتفضل حطهم بالكلبشة. شو ابو زياد، ظاهر ما عندك كلبشة؟ في عندي كتير، بس لا واحدة قياس على قد ايديك يا ابو عمر. من جديد اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام. بدي رحب فيك مجددا استاذ شادي. اهلا وسهلا فيك. كنا عم نتابع بعض من يعني المقتطفات من تمثيليه عواء الذئب. في تجسيد واقعي يعني لبطولات الجيش العربي السوري، بالتاكيد بطولات الشعب السوري باكمله. هي تجلت في كثير من الحوارات، يعني الحوار الى اي درجه كان بيلعب دور يعني كبير جدا في نقل مثل هيك بطولات. تمام. هلا بتمثيلية عواء الذئب تحديدا، الشيء الرسالة المهمة تبعها انه كل شيء رخيص في سبيل الوطن، انه الوطن رقم واحد. فبهي التمثيلية في مفهوم تكرس انه انا الوطن عندي اياه رقم واحد قدام اي شيء. شخصية ديب ابو عمر استاذ صلاح الله يرحمه، صلاح قصاص يعني مهرب عايش بالجبل، مطلوب من الشرطة ومن الجيش، يعني مطلوب، يعني يمكن في تهمة قتل أحد، تهمة قتل أحد المدري شو، وبتشاءت صداف أنه بتنزل طيارته للضابط الإسرائيلي، بينزل قدامه بياخده. ما أغفلوا الشهامة العربية أنه أخده حطه بالمغارة. صحيح. عالجه، قدم له الطعام الشراب. هي كلها من قيمنا، من أخلاقنا نحن. هاد لحتى بيوم بيعرض عليه هداك مصاري بيرفض، بيقوم بيسمعوا إذا بتتذكر وقتها بالمشهد إنه تبع نشرة الأخبار، قال له ما بقى فيني اسمع هاي الأخبار، أنا بدي اسمع إسرائيل. فوقتها بيبتسم هاي الابتسامة تبعه وبياخده وبينزل هو وياه بيسلم حاله. المشهد اللي شفناه هلا هي فيها كتير يعني عبر، وفيها كتير أخلاق، وفيها كتير فخر يعني بنفس اللحظة. إنه أنت هذا الإنسان بلحظة ما همه حاله، ما همه مين هو. صحيح. ما همه شو رح يصير عليه. صحيح. همه الوطن، همه
انه نحن كلياتنا مجتمع واحد، هذا العدو الاسرائيلي اللي يقول تماما. يعني من ايام الابيض والاسود، ومن من يعني من تاريخ صدور فيلم عواء الذئب، اظن ان كل الاجيال تردد الف حبل مشنقه ولا كلمه خاين يا خديجه. شوف هي الرساله قديش معناتها ما كان مؤثر، يعني مؤثر فينا الفيلم وتوارث الاجيال. هي يعني هي العباره تحديدا خلدت بهذه التمثيليه. لذلك نحن نقول انه السينما او هذا هي سلوك وليست راي. تمام، انت عم تتعلم سلوك منه، انت وقت اللي بتشوفه هذا السلوك ابدا. هلا كلنا بنقول الف كلمه الف حبل مشنقه ولا كلمه خاين. هي كانت بنتابع مع بعض لكن مع مشاهدينا الكرام لتكفيه او تكمله مقطع عواء الذئب. وجابك على المقفر يا خديجة. ليش سويت هيك يا ابو عمر؟ ألف حبل مشنقة ولا يقول ابو عمر خاين يا خديجة. ألف حبل مشنقة ولا يقول ابو عمر خاين يا خديجة. ولا يقول ابو عمر خاين يا خديجة. ولا يقول ابو عمر خاين يا خديجة. نديب الوطن قدام مالك كتير يا خيو. يا ديب يا ابو عمر يا ديب يا خيو. يا ديب الوطن قدام مالك كتير يا خيو. كل ذره من تراب الارض تسوى كنز بحاله، واللي بيفدي بروح الارض يا ديب نياله. يما واحكي لي ديب ابو عمر فين؟ ديب والله يا يما صاير بطل وبطل. قولي لي يما واحكي لي ديب ابو عمر. يعني الأغنية بحد ذاتها يعني هي تاريخ اللقطات استاذ شادي. يعني احنا عم نتابع بالشارع لقطات يعني حربية يعني توثيقية. هي تماما هي الشارة اللي صارت وقتها اعتمدوا فيها على الصور الحقيقية، الكاميرات المصورين اللي حكينا عليهم بالبداية، انه اللي حملوا كاميراتهم بالسينما وراحوا مع الجيش وصوروا كذا. فهي الشارة تحديدا كانت وقتها من اللقطات الحقيقية، لم يستخدم فيها اي تمثيل او اي شيء، لا كانت كلياتها بهذا الاتجاه. هذا الشيء كتير حلو يعني. هذا بالاضافة انه يعني هلا يعني شوف هلا نحن بعد كذا سنة 40 سنة تقريبا 43 سنة رجعت هلا شفتوا لهذا المشهد رجع لما البدني. صحيح. لانه كثير يعني هذا كثير تكريس وكثير كثير حلو انك انت تضل بهذا الشيء. طبعا انا بس بدي اقول على شغله من هون. بعد لهي كان في عندنا حكايه من تشرين واخراج المرحوم هاني الروماني. هذا كان بعتقد يمكن اول عمل او ثاني عمل دوكيو دراما توثيقيه، كمان نفس الاسلوب استخدموا فيه دراما ضمن الاستوديو، توثيق من خارج الاستوديو، وبعدين اخذ الكاميرا وطلع لبرا وثقوا المراحل اللي كانت اثناء الحرب وبعد الحرب. يعني هي كمان استخدموا فيها كمان من هذا الارشيف تبع المصورين. في كان عندنا كمان تمثيليه العريس. هلا تمثيليه العريس يعني هو يمكن نحن بدنا نحكي اليوم خصصنا حديثنا يعني لضيق الوقت عن عواء الذئب وتمثيليه العريس. تمثيليه العريس فيها اكثر من من من, من عبره. يعني ان كان التصوير مثل ما تفضلت حضرتك خارج الاستوديو ام داخل الاستوديو، داخل الاستوديو كان في هناك يعني تصوير لمدى قوه ترابط المجتمع السوري. يعني عندما طلب حسن الى الاحتياط يعني يعني لاحظنا فرحه بعيون الأب والأم. هلأ علما أنها كانت دموع. تماما. هلأ هون في كمان هي بنرجع بنحكي نحن أنه وقتها كان يعني أنت عم ترسخ القيم والمبادئ تبعنا. أب بنطلب ابنه على الجيش بده يروح على الحرب، مو رايح نزهة على نزهة ولا رايح على مشوار، احتمال كتير كبير يستشهد، احتمال كتير كبير يضل عايش. ففي عبارات مرقت بالتمثيلية وقت اللي بيقعد الأب مع ابنه قبل ما يروح بيقول له أنت بدك تروح أنه ترجعني شهيد أنا بفتخر فيك، أما تهرب هلأ وتموت موتي عادية قالوا أنا بينكسر راسي منها. يعني فهو إنه بعته على الجيش، راح على الجيش وصارت طبعا الحبكة الدرامية استشهد. صحيح. بيروح الأب
اللي عند الضابط اللي كان رفيقه وقتها وبيشوفه وبيحكي له على بطولته لابنه فبيشعر بالفخر. صحيح. من فخره في بيقول لك انا لا انا بدي اساوي له، ما رح اساوي له جنازه، انا بدي اساوي له عرس. هو عريس. يعني شو بدك اعلى من هيك قيام، انه نبذل اي شيء في سبيل الوطن، الواحد عم يضحي باولاده. تمام. خلينا نكون لكن مع مشاهدينا الكرام بهيدي المقتطفات من فيلم العريس، وهو ايضا للمخرج الراحل شكيب غنم. بنتابع مع بعض. حسن يا حسن نادى في الواجب يا حسن يا حسن ناداك الحارب بإرادة تنضم يم الشهادة من أجل الوطن يا حسن يا حسن شوف ألف إنك بعلك أنا يمكن يعني الشارة بحد ذاتها كمان كانت تلعب كتير دور بي 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 يعني بالترويج للفيلم إن صح التعبير، بي بي يعني المشاعر، يعني المشاعر المشاهد. هلا مشاعر المشاهد، هلا انتبه شغلة، المشاهد هي سينما. صح. انتبه، إذا نحن بدنا نعرضها نعرضها بصالة سينما، إذا في جمهور ما راح يقدر يشوف، لا خلينا ناخذها على التلفزيون. صح. كان مطلوب توعية الشعب بهذيك الفترة، اللحمة الوطنية اللي كانت موجودة، فنعمل نحن نخلط ما بين التلفزيون والسينما بيطلع معنا هي النتيجة. تمام. وقت نحن بدنا نشوف هالقيم هي مدعومة بمشاهد حية ومشاهد موثقة حقيقية حقيقية، فأنت صار عندك مصداقية بالنقل. صحيح. فلذلك أنت كان عندك هذاك الجيل أنا بسميه الجيل الذهبي، يعني اللي كان عنده الروح المعنوية العالية، الجيل الأصيل، الوطنية، الأخلاق، الجيل ربانا، يعني صحيح. أهلنا أبي وأبوه معلمين والمعلمين طبعا. نتابع مع بعض لكن مشاهدينا الكرام المقتطفات من فيلم العريس. حسن إياك ثم إياك تدير ظهرك للعدو مهما كانت الظروف. الإنسان يلي بيقتل يا ابني وهو عم يصادم العدو وش لوش بيروح شهيد، بيظل ذكره حي للأبد. أما اللي بيقتل وهو داير ظهره للعدو بيروح بكيس حال لا أدب ولا قيمة. إياك يا حسن المنية ولا الدنية يا ولد. ليش رحت؟ تفيد تفيد وصار جسمي مثل إبراهيم. مجموعتك كلفت بالتصدي لدبابات العدو، دبابتين عم يخترقوا هنيك لاحق. تاخذ حد يمين الشجرة المنفردة، حد يسار تبة الحمراء. أي سؤال؟ الدعاء سيدي. الله معك. المجموعة الأولى وحبة 30 متر إلى you
ليش قطعت نفسك يا حسن؟ خفت حدا منكم يسبقني. حسن حسن سامعني يا حسن؟ راح ريحة التراب. يا حسن 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 سامعني يا طبعا يعني نحكي عن يعني تابعنا بالحلقة يعني تجسيد حرب تشرين التحرير وذكرى تشرين وبطولات الجيش العربي السوري في حرب تشرين التحريري في زمن الأبيض والأسود. هل نحكي في زمن الألوان؟ يعني شو في أعمال كانت موجودة في السينما السورية والتلفزيون السوري تحديدا؟ أعتقد كان أول عمل 1985 الولادة الجديدة للمخرج غسان باخوس. هذا كان وقتها كان بطولة رشيد عساف عبد الفتاح المزين بال85 هذا كان اول اذا ما خانتني الذاكره بتذكر هيك شيء. طبعا كمان على نصيبه من الشهره لانه كمان في المشهد تبع وقت رشيد عساف عبد الفتاح المزين بالمعركه تقريبا شيء مشابه لهالحكي. ما كثير متذكر الفيلم التمثيليه وقتها كمان في تجسيد للاخلاق تماما. يعني في يعني تحدثنا كثيرا عن موضوع يعني المشاعر وتجسيد هذه المشاعر التي كانت يعني تعاش في تلك في ايام الحرب تحديدا. يعني ذكرت حضرتك خلال الحديث عن فيلم العريس تحديدا سبب تسمية العريس قد تكون على الاغلب انه حسن ليس شهيدا هو عريس هو شهيد تمام. عريس تمام. ليس فقط لان زوجته كانت حبلى بابنه. فهذا المقطع يمكن المقطع الاخير بفيلم العريس كان له تاثيره لدى المشاهد. طبعا تاثير انت وقت بتحول العرس عفوا جنازة الشهيد الى عرس هي احتفاليه كبيره في هذا الشيء. يعني انت هي كمان يعني عم نرفع نحن من قيمه الشهاده انه الشهاده هي اعلى الدرجات عرفت علي كيف وشهداء اكرم من في الدنيا وانبل بني البشر يعني تمام. هي شغله كثير مهمه يعني هي رساله الفيلم انه نحن انت وقت بتستشهد فعليا انت نحن عم نزفك للوطن يعني انت عريس الوطن صحيح. هي هذه هي الرساله المهمه تاكيد. والوطن انتصر بدماء الشهداء وسينتصر بدماء الشهداء. مشاهدينا الكرام نتابع المقطع الاخير من فيلم العريس. غير موج البحر غير اصل النهر غير مد وغير جزر كل شيء ممكن يتغير لكن بضل استر الباقي صدر البحر واصل النهر الحب الباقي بين المد وبين الجزر غير صوت العصافير بصوت الموت بيتغير كل شيء بيتغير واللي وحده ما بيتغير سر الموت وسر الحب وطعم الارض وريحة غلت بيدر عاصر عمر الامن وطعم الارض وصرخة بصدر الناس اللي ما بيفهم سر حابسها صرخة أكبر من كل شي بينقال صرخة بيعجز عن تفسيرها كل شي نقال صرخة بتطلع واحدة تعرف دربة تكبر وبتمتد دنيا ما لحد سر الموت الحب الباقي الكرمال وبتتعلى براج تتحصن وبتعمر دور تتسيج والحب سياج نحن من هالسر الباقي نحن صوت العصافير الصرخة العاشق بين المد وبين الجزر القلعة اللي بتنهد بليل بتتعمر جوات الناس بتتحصن وبتعلى براج مين بيقدر يحرم عاشق من أسراره مين بيقدر يقطع من دربه مشواره مين بيمنع هالملهوف الحب دياره من حبه ومن حب دياره الموت عبادة الحب عبادة وصوت العاشق لما يحب ولما يموت بيبقى عبادة يا أكبر من كل شي نقال واللي رح ينقال يا سما بمداها ارتمى عاشق صبره طال عاشق من بين العشاق تلاقى بآخر مشواره بسر مخبيه ساكن قلبه عايش فيه
حط بصدره آخر صرخة وغيره ما بتروي. طبعا بهذا نكون قد وصلنا مشاهدينا الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم سكيتش. في النهاية لم يتبقى لي إلا شكر المخرج شادي علي علي على مرافقتي في هذه الحلقة وعلى المعلومات اللي حضرتك زودتنا فيها. شكرا جزيلا لك. يا أهلا وسهلا فيك. شكرا جزيلا. وأيضا مشاهدينا الكرام في الذكرى 43 لحرب تشرين التحريرية كل عام وأنتم ونحن بألف ألف خير. إلى اللقاء.